زيد الدردية اخرى الدردية اخرى ولا مش نورمال هذه عجبتني هذي نبدا مشلقه حكاوتي هكا تقول تقلي في المرقيه تصوري لميس تتكى فيها هذي لما تقطع حرام عليك شيخي اسمع في بالك لين توحشتك برشا حتى انا عزيزتي توحشتك امين راني مازلت نتغش عليك شنو يا عزيزتي طول نسيتي حكيت خبيت الفلوس في الدار تنسيت ما قلت لك يا شيخ في هذه عامله تعملها شيخي فما حد يحط زوج مليارات في الدار انا عزيزتي نحب الفلوس ديما بجنبي لكن نشوفهم الصباح نقول لهم صباح الخير فلوسي نجيراك تقول لهم صباح الخير فلوسي نرتاح كي يبدو بجنب بالله تخيل السارق سرقهم وهرب باش تعمل يظن ما زلتي ما تعرفيش انت صبري لاس فيغاس انا يهرب نتاعك تنجيبه من كرش حوته يا ابن ان شاء الله تكون لك ريحه التوبه شيخي تهني انا ما عادش نعطي جنب لحتى واحد وش بيك تغششتي لا اش بك يا زهر حسيت كلمتك عليا راهو يا بنت صلي على النبي قالت لها لي يا بنت انت راكي روحي انت قلبي انت كلاويه انت المصران الخشين نتاعي اصبع ساقي الكبير انت نعطيك مش جنب نعطيك شطر اليمين ونزيد نعطيك مرفق والركبه اللي صار هذه تاخذها انت تاخذها سامع شيري اسمع اما نحبك تعطيني الفلوس باش نمشي نحطهم لك في البنكه ونحل كونت باسمي بالله باسمك تحبيش نزيد نعطيك الكلوه اليمين وترتحيني بكل من اعضائي خير كيزي شيخي نتكلم جدي راهو اما خير ولا يصير فيك نفس اللي صار انا عزيزتي نحبهم باسمي انا هكا باسمي نحب هكا يبدا صبري هكا علاش مش باسمي عزيزتي باهي تحبهم باسمك نحطهم باسمك ما فما حتى مشكله عزيزتي راه مش قله ثقه ولا حاجه اما ما نعرفش هكا نحس كي يبداو باسمي نبدا مطمئن خير باهي اما كي يجيك الفيسك ما تقوليش علاش وكيفاش شناهي ذي حكايه الفيسك اقسم بالله دخلت المخ توا كان طلبنا البوليسية يجيني الفيسك كان حطيتهم باسمي يجيني الفيسك غير الفيسك ما عنده حد كان انا يتبع فيا مسيب العباد الكل شيخي سي نورمال يجيك الفيسك ديجا لازم يسالك منين جاوك زوج مليارات وانت راجل ما تخدمش وتراسيلك في سين وجيم وكان لازم يعطيوك خطيه مينيموم مينيموم اشترهم شنيا اي ينحيوا لي اشتر الفلوس توا عزيزتي كي نقيدهم باسمك انت الفلوس ما يجيش الفيسك ينحي اشترهم تي بيان سور لي شيخي انا اموري واضحه ما لقيتهم باسمك اش فينا ما خممناش فيها قيدهم باسمك باش ما يجيناش الفيسك اي محليش يا غي محليتك تاني زيدي الدرد عبايز هذا اللافع بعد نوريك لاريير وقتك ودي ايزي باش نوريك انت بتشمك فيها من العباد شمك فيها من العباد ما تورينيش اقعد سلت بلي انا بدي نوريك باش نعمل جنب كارتي جنب كارتي نو قلت لك اغيت اما برجوليه على ما القهوه ذي منها قهوه ومنها ترقدي هكا كان هزك النور تقيل هكا نرجع للموضوع نتاعي قلت لك انا راني بزبز مان بزنس مان بزبز مان رجل اعمال رجل اعمال ايش معنى معناها رجل يعمل في الاعمال فهمني كيف قالي صبري قالي ايش قال لك صبر اللي انت كنت عايش لبرا قال اي انا كنت نعيش لبرا وين بالضبط محطه 10 ديسمبر شنو في محطه 10 ديسمبر نتاع يوغوسلافيا يوغوسلافيا عندهم كنا نحن 10 ديسمبر عندهم حملم عندهم لاكانيا عندهم الورديه عندهم مرج عندهم بومهل فهمني كيف بومهل في الغابة؟ ايه بومهل في الاوروب تعرفيش بومهل متاع شيرت سيبيريا عندهم بومهل وبومهل دوز هذا تطوروا علينا ما اكثر منا نحن فهمت فيش تحكي ما هو الارشي باقت اللي متاحهم الارشي باقت البنائين بنائي البنائي اللي مليهم هم فهمتني هم علاش استعمرونا باش يدخلونا اللحموم فهمتني البنية ذاك ما فهمتيش انا بدي مش فيه بيه اسمعني وي تسمع بالكتفوت يا شكت قلت اسمع بالكتفوت انت شبيكي داير وراني العالم الكل مشيت لها مرتين انا الكود فود مره في راس العام ومره في الربيع من غير فيزا هاي السفاره نتاعي في لافايات سفاره كود فود هذيك اي نعرفها ديما نمشي باهي احكي لي كيفاش اول مره حسيت بالكود فود كود فودر في المطار تاع الكود فودر فهمتني كي هابط من كاردون باركومو كي هبطت من كاردون باركومو حسيت الكود فودر هو مش كما هوانا في كود فودر كود فودر معناتها كي ترى حاجه من الاول تحبها فهمتك ايه والله شو اقول لك الله يحاشم احكي لي لا لا احكي انت لا انت لا لا احكي انت لا احكي انت لا احكي انت لا احكي انت بيت انا احكي انا اوكي اول مره 35 جوان
عام 99 فهمتني كذا. كنت ماشي في اللافيني بالله العظيم كنت نتذكرها اللحم تاعي قشعر والله خسر لحمي شوك احكي حسيت كانت الدنيا سخونه وقتها فهمتني انا ماشي وشفتها بنت نحس بالدنيا دارت بيا كي عرفت كان تبدي داخل مش عليك هابط تروز البطاقه كيك حسيت كي خزرت لها عجبتني فهمتني كيف هي معناها مصلي على النبي تروا بوند تروا بوند ديكستونسيون؟ لا تروا بوند بيض فهمتني هي زرقاء وفيها تروا بوند بيض زرقاء اي اديباس اديباس ماركة نتاع مش لوفري هي شنو مقلدة فهمتني كيف ايش تحكي يا ولدي؟ شوف ايش تحكي نحكي لك على الشلاكة اللي شفت شلاكة؟ ايه شلاكة اقسم بالله العظيم تعشق كي شفتها عيني رشقت فيها هذيك تتلبس مع كلاس دومي بيضة تبدا دوري بها في الحومة انا راه نحب تعرف علاش خاطر صوابعي نتاع ساقي راكبين على بعضهم عرفتك يبدو راكبين هكا على بعضهم فهمتني كيف باهي كي تلبس عليهم هذاك مش بيقعدوش صوابع خارجين من الشلاكة تلبس عليهم كلاس دومي ومع ترو بوند لا انت ماكش رومانتيك جملة شنو ماكش رومانتيك قولك حاجة قولي صاحبك صابري خير منك واحل منك في كل شيء ساولا مع شاو دار لسانك هذاك مو صاحب هذاك الشوفور بتاعي اي هذاك يخدم عندي سيرفور هذاك وبوتي جارد يعس عليه هذاك عام بوتي جارد؟ اي بوتي جارد بوركوا؟ بارسكو شنو بوركوا؟ علاش عام بوتي جارد؟ الناس اللي لاباس عليهم الكل اللي بس بزمان الكل اللي يعملوا بوتي جارد باش يعس عليه نو نو يقعد صبري احن منك شكون تعرف قول لي تعرف صبري احن منك اي احن منك تعرف علاش؟ علاش؟ على خاطر دب عرف زهره في ظرف نهارين شنها كهرباء؟ نحب مالا فازت تاع البونتوات هذوما، وقت نوريك شكون احن، يا انا يا صبري في الدنيا ذي باهي ريت هو قعد نهارين بالشرا كهرباء، يتسمى حلزون بطيء ياسر، ريتني انا غدوه باش نشري كهرباء، قسما بالله غدوه نمشي نشري كهرباء لزهرة، وتو نشوفوا شكون احن، يا انا يا هو، باش نرقدوا فايقين الثمانية غدوة. شيري صبري تي صبري قوم ماما ما عادش بكري واه اه زهر اقسم بالله العظيم والله زهر تمبيراسيون دو في كونت الجين للصدف كي تصير مش نورمال توا كنت نحلم بيك راقد وانت جيتي قدام بالحق اقسم بالله العظيم شحلمت حلمت عزيزتي كاني انا في الصحراء والدنيا كشمس شهيلي فهمتني والدنيا كسخونه وانا نمشي ضايع هاي مك عيني طايحه وشعري منسل ونشوف في ناقه كاينه جايه من بعيد وتسوق فيها منجيه طلعت تقولها ار وجبت تكه كسكرت بالشاميه وقالت لي نعطيك عظه انا جيت نعظك الشاميه وفات الحلمه اي وانا وين في الحلم انت الشاميه يا روحي جبرا بي مانيش الناقة انت ناقة ما لا لميس شنية برسمك اي شيء منك حلو عزيزي اما اسمعي عايشك معاش بكري قوم معنا رونديفو اليوم رونديفو معاش كون الرونديفو هذا مع الدونتيست تيما مع البنكاج اش بك نسيت خي اليوم هو تي اليوم ما شيخي قوم البس فيس هاني نسني فيك لوطو في الكهرباء باهي ما تبقاش توا نقوم فريغة فيس تي صبري عاد اي صبري عاد بالطبيعة حرقت دبشك وعلاش تحرق لي في دبشي لاباس ماهو خلينا نشوف كيفاش باش تهبط البنكة عريان باش تكتب لها الفلوس معناها انت في مخك ناحيه الدبش مش باش نخرج للبنك عليها باش نصحح بصباتي انا اش بك بصبتك يا اخي اش بك بصبتك والله العظيم انت بصبتك انا مش نروح باهي ماكش مصدق ماكش مصدق باش تصبرها الفلوس ولا ايه؟ يالدي انا فلوس يا برنس اقسم بالله يا برنس ايديها مش باش تمس الفلوس صحيت انا اللي باش نهز الفلوس بيدي بيدي انا نصبهم في الكونت متاح اش باهي يا برنس ما عادش تضرب سيريل عديتهم ليام هاي واه يا اخي شبيك لابس هكا شنو شويني لابس هكا علاه ما لبستش شنو هي علاه ما لبستش وشنو هي ذا جلد علوش تشوفي فيه هاي حوايج بلي تحبوا ندخلوك البنك بيجاما انت لابسه مش محترمه هذه
مش محترمة يا بنتي، ما استعدي حتى بتفادليك، مش محترمة. هذه راهي لا سامبليفيتي سي لا بوتي، ستير روجي في ديرير نادال، جماعة التنس يفهموا فيه اللوك هذا. وشفت هذه غالية مش نورمال، راهو تحقري مس كاليتي. بحناك زرافة هذيك عاملينها في معمل في كرواتي، وهذا ريت هذا فما منه كعبتين في العالم العربي، كعبة عندي أنا وكعبة عند سعد المجرد. ربي يخلص وحلو، إيه المومونك فرير. بعزيز سامحني راهو سيكيوريتي ما يدخلوكش هكا. شناهي؟ والله زهرة باللي خالتيني مازلتي ما عرفتيش، المخ المسكر اللي عند صبري لاس فيغاس، صبري لاس فيغاس، لا نعرف لي سيكيوريتي، لا نعرف ريغوبير سونغ ما يوقفنيش، بالكتف ونتعدى، رخلي راني ضارب. عزيزي مانيش نكذب عليك، امبوسيبل يدخلوك لبسة مش محترمة، الله غالب. باكي باش نصب زوز مليارات يدخلوني ولا ما يدخلونيش باللبسه هي؟ هكاك تولي لبسه محترمه على الاخر على الاخر. اسمع هذا سخون تنجم تنحي راه نغمل على الاخر. اوه شنو نسيت مفاتح الكهرب. ليت هنا معايا المفتاح. معايا المفتاح. وك وك انزل عليه خلي تتحل. زهر هنا احفظ في اسمك. وش بيها زاهر ذي؟ شنو هي وقته توا بربي ما عادش بكري، شنو ما تحبش تخدم؟ تي نعرف عليه انا تحبني نسالها شبيكي ما تحبش تخدمي، شبيكي ما تحبش تخدمي يا كرم؟ امان شغيل الكهرباء ما فيهاش اسونس اخزر البرا. يا انا فيها شي اسونس اقسم بالله البارح بركة صبيت لها بلا. خلنا نهبط نشوفها يا عجبك شي زاد، أول مرة تعمل إيه؟ أوه أوه يا سيد فاش تعمل لاباس في مخك؟ لاباس إيه، نفرغ فيها من الليسونس باش مشيش للبنك وتهز الفلوس. آه والله أنا بيدي مش عجبتني راه حكاية البنك، ناقص نوم ونحب نرجع نرقد. خير باش نرجع نرقد مالها مش لازم. الزهرة باش نرجع نرقد مش لازم نزل فلوس البنك. والله خير بريد. جيت أعمل تعسيلة في البيت، ثاني في البيت أنا الفوق، مش لازم يا أخوي هاو فضيناه. صافا معلم لهنا مريك عاش خويا ميرسي فرير. بنت شنو وين ماشي؟ لازمك تقعدي في التاكسي لا يقطع وغطي ركيبك. اسمع صبري يا اخي باش تعرف تصب الفلوس في الكونت وحدك معناتها؟ اخي اش باش تصب الدال انا عزيزتي نعرف نصب وقعدي لهنا تو نمشي ونجي فيس. باهي استناني نعطيك نمرو الريب. اعطيني نمروه كي ندخل نكلمه نقول له تابع زهره. الريب معناتها نمرو الكونت نتاعي اللي باش تصب فيه الفلوس. اه هاي ملي علي ولا قايديه. اسمعي ردي بالك لا يمشي يضرب الكونتور يعقبها علينا في 2000 فرنك. لا تهنى مادامني معاك حد ما يعقبها عليك. باهي شيري. بخلافي انا حد ما يعقبها عليك. تنسح بابك تتخبط في الدنيا.